أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن للناس إماما
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ومن ذريتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة
الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قالوا
إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.